حادثي الولادة، كيفاش نفطو به وشنو ممكن علاجه؟ الاكتئاب نحن به ديما عند الكبار، يقول لك عنده ديبرسيون، ما يحبش ياكل، ما يحبش يخرج، ما يحبش يعمل حتى شيء. اما الاكتئاب عند الرضع قليل اللي نسمعوا عليهم، فما برشا برشا عباد ما يعرفوهوش. كيفاش نجموا نعرفوه؟ كيفاش نجموا نفطنوا به زاده؟ ماناش نسمعوا فيها. نعاودوا الاتصال مره اخرى باخصائيه النفسيه المختصه في علم نفس العصبي. نحكيوا على اكتئاب عند الكبار، زعما فما اكتئاب عند الصغار وعند حديثي الولاده. راهو اليوم الموضوع يهم حديثي الولاده، كيفاش ممكن ربما نفطنوا به، كيفاش ممكن علاجه، هل هذا فيه عامل وراثي والا لا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد مدام مريم القمري. تسمع فينا مدام مريم القمري؟ اي سامحني قصت ليزو، سامحني. باه مدام مريم القمري، شنو هو الاسباب، كيفاش ممكن علاجه، وكيفاش ممكن نفطنوا بالرضيع؟ باهي اوكي. دونك الاكتئاب عند الرضع هو شنو هو؟ ردة فعل نتاع الرضيع تجاه فقدان الرابط المميز مع امه. دونك لهنا فما معناه التفاعل بينه هو والام، باش يصير فما مشكل في التفاعل هذاك بين الام. وراثيه الحكايه عندها علاقه بمرحله ما قبل الولاده، كيفاه؟ لهنا نحكيو الاكثريه في مرحله ما بعد الولاده، معناها الصغير لهنا تولد في الاشهر الاول نتاع حياته، معناها نحكيو لهنا في الثالث شهر ابارتي من معناها صغير الرضيع بدعو 3 شهور. دونك لهنا النقص العاطفي ينجم يكون على نوعين، يا اما نقص في الكميه والا نقص في الكيفيه. النقص في الكيفيه في الكميه هي الغياب الجسدي للام والا لمقدم الرعايه الاساسي، حتى نجم نلقاو مش الام هي اللي لاهيه بالصغير، من نلقاو الخاله باغ اكزومبل، العمه، اي واحد من المحيط العائلي نتاعو اللي هو لاهي به. دونك النقص العاطفي هذا نجم يكون في الكميه. دونك قلنا اللي يكون غايب جسديا، ما عندوش شكون يجي بيه. ثاني نوعيه هو الكيفيه، معناها تلقى المقدم الرعايه الاساسي حاضر جسديا ولكن غايب نفسيا، ولا ما ينجمش الصغير هذاك يتفاعل معاه، وهذا ينجم يكون معناه بسبب الحاله النفسيه نتاع الشخص هذاك. باغ اكزومبل نجم نلقاو الام مكتئبه مع طريقه التعامل نتاعها مع الصغير والا التفاعل نتاع الصغير عنيفه غير كافيه والا غايبه تماما. وإلا تكون الأم عندها مرض نفسي اللي يخليها تاخذ أدوية اللي تخليها كيفاش شوية، ولا إلا تنقص شوية من التفاعل مع الصغير. دونك شنو الأعراض اللي تجي عند الصغير اللي عنده الاكتئاب؟ دونك من المرة الأولى من الأول بالكل في الفترة الأولى اسمها مرحلة الاستغاثة وإلا النداء. الفترة هذه يبدأ الرضيع يلوج على الحاجة اللي فقدها. تبدأ معاهم نوبات نتاعها لا وإلا نتاع قلق، كيفاش؟ الصغير يبدا يبكي برشا، يبدا يعمل في سلوكيات باش يجبد الانتباه تاع الدايرين به، مثلا يولي يعمل في بيبي بزيد على روحه. رغم معناها كي تبدا المرحله هذيا موجوده وما فماش تفاعل مع اللي دايرين به، يولي يدخل في المرحله الثانيه اللي هي مرحله الياس، ولهنا نحكيو على الاكتئاب الحقيقي. وقت اللي السلوكيات هذوما اللي عملهم الكل ما عطاوش النتيجه، والرضيع يولي منهك، يعني يولي تعب تلمو نادى 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 ما جاهوش استجابه، يولي منهك. يولي يدخل في الاكتئاب ويدخل في مرحله بعد الانفصال. شنو الحل هذا يا ترى؟ مرحله الانفصال. مازلنا ما حكيناش بالضبط شنو الاعراض. على خاطر في مرحله الانفصال هذه يجيونا الاعراض اللي هي فقدان الشهية، الصغير يولي ما عادش يحب يرضع، مشاكل في النوم، يولي ما عادش يحب يرقد بالكدا، التوقف في النمو العاطفي والنفسي والحركي والمعرفي. الصغير مثلا ما ينجمش يولي يتكلم كي يكبر، عنده مشكله مثلا ما عادش تلقى عمره 9 شهور وهو مازال ما بداش يقعد، تلقى عمره عام ونص والا عامين وهو مازال ما بداش يمشي. يولي عنده قابليه كبيره للاصابه بالعدوى، معناه في ساعتها ما يولي مريض، يولي انتوائي وفاقد التفاعل مع الاخرين، معناها حتى كان فما شكون من بعد يجي باش يتفاعل معاه يولي ما عادش يلتفت له، ما عادش يغدر في العينين، يفقد الابتسام الاجتماعي، هذوما كلهم الاعراض نتاع الاكتئاب الرضع. والاعراض هذوما ينجموا بعد الصغير كي يكبر يعطينا تاخر فكري متوسط او عميق، وفما زاد رضع يوصلوا حتى للموت. معناها تلمو عندهم الاكتئاب هذايا يكون اكتئاب حاد،
ليوصلوا للموت، على خاطر احنا قلنا اللي يتغير يفقد شيء الماكله ويصير له مشاكل في النوم. شنو الحل مدام مريم القمري اليوم الوضعيه الصعيبه فهمنا؟ الحل الحل اول حاجه قلنا احنا اللي هو مشكل في التفاعل مع الام هكا ولاو، وقلنا الام تكون في حاله اكتئاب اول حاجه لازم الاحاطه بالام في حد ذاتها ننتبهوا اكتب مالتنا ننتبهوا للام بالكبير على خاطر ديما بعد الولاده تنجم تجينا الديبرسيون اللي هي بوستارتوم عندنا الاكتئاب من بعد الولاده، وبرشا الاكتئاب هذا ما يعطيهوش قيمه ويقولوا النساء تتحسن ولا يزاي يداووها معناها بالادواء معناها بالاعشاب تحيتنا اليوميه والكل، الوغ كو هذه لا ما نزمناش نعملها كي لازم نهزوا الام للبسيكياتر اللي نقوموا بالتشخيص نتاع الديبرسيون هذيا ونقوموا نتاع العلاج نتاع الديبرسيون هذيا باش الام ترجع لنشاطها العادي وتنجم تاكل هي بصغيرها، ولكن ما لقيناش حل مع الام لازمنا نلقاو معوض الام، وكيف ما قلنا لهنا نجم ندخلوا واحد من العائله الاب الخاله العمه الجده وهي اللي بتتلهي بالرضيع هذاك وهي اللي لازم تتفاعل معاه وتقدم له الرعايه اللازمه افكتيفمون. واضح، مشكوره جدا مدام مريم القمري اخصائيه نفسيه مختصه في علم النفس العصبي. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم شارع تونسي، تحيه كبيره المنال في الاخراج، سليم في الاخراج الرقمي، في الاعداد اميره بوستانه، ما بقى لي كيمش نقول لكم لبنى بدا في الامان وباي باي.